أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء عاشوراء. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشورا، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا، يا مغيث إبراهيم من يوم عاشورا، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشورا، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشورا، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. پھر سات بار یہ دعا. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، لا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد